السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين شهيوات أم العربي، نتمنى تكونوا بألف خير. نتمنى كل الوصفات اللي كنت نزلت لكم ديال عيد الأضحى تكون نالت الإعجاب ديالكم. أنا بغيت نطلب السماحة من بزاف ديال الصديقات ولا المتتبعات اللي كان حطوا لي لي كومونتير في هذا في القناة على هاد الوصفات وما كنتش كنجاوبهم. أنا كنت مسافرة والحمد لله دابا عاد رجعت للدار، إن شاء الله غدا بعدا غادي نبدا نجاوب على كل الاسئله ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم. نتمنى تعذروني. الوصفه ديال اليوم هي واحد الكيكه عجيبه بالسميده والتفاح، كتجي لذيذه بزاف والاهم انها بدون بيض. لهاد الوصفه غادي نحتاجو كاس عنبه ديال الحليب سائل بارد يعني 150 مللتر، كاس عنبه ديال زيت المائده 150 مللتر، كاس عنبه ديال السكر سنيده اي ما يعادل تقريبا واحد 180 غرام، هنا جوج كيس ديال خميره الحلوه 14 غرام. غنحتاج واحد شويه ديال الروح الفاني، ولا ما عندكمش ديروا غير الكيس ديال السكر فانيلا واحد 7 غرام، او ممكن تعوضوا الفاني بقشره ديال الحامض محكوكه كتجي لذيذه بزاف احسن من الفاني، انا غير ما متوفرش عندي. غادي نحتاج هنا واحد شويه ديال اللوز كونكاسي، وهي الوصفه الاصليه فيها اللوز ايفيلي، انا ما عنديش اللوز ايفيلي وعندي غير كونكاسي، غندير كونكاسي، اللي عنده ايفيلي يديرو. غنحتاجو 3 الكيسان عنبه بقياس العنبه ديال السميده رقيقه بحال اللي كنديرو في البغرير. غادي نحتاج هنا واحد لا كريم باتيسيير، وكل السيدات كيعرفوا يديروا لا كريم باتيسيير. هنا درت نص سترو ديال الحليب معها بيضه معها جوج معالق كبار ونص ديال البودره ديال كريم باتيسيير الفاني، ثلاثه المعالق ديال السكر سنيده، خلطت كلشي وطيبتهم ولاو على شكل كريمه. غادي نحتاجو تفاح، تفاح اللي انا كيف كتشوفوا هنا عسلته، خديت التفاح قطعته شرائح درته في مقله، درت معاه معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وواحد القرصه ديال القرفه، معلقه نص معلقه صغيره ديال القرفه، ومشيتهم مزيان وما تخليوش يتعسل بزاف، خاصو يبقى واقف يعني ما يتعسلش حتى يذوب لينا. هادو هما المكونات. غندوزو للطريقه ديال التحضير، هي سهله بزاف. غادي ندير الحليب فاش غنخدم، غادي نزيد عليه السكر، الزيت والسكر فاني، وغادي نخلط هادشي بالفوي. واحد الكومونتير اللي شفتو، واحد السيده قالت لي واش عيطتو نتوما قبل منا، حنا بزاف ديال الاخوات طلبوا منا وصفات ديال عيد الاضحى وما كان علينا غير اللبي والطلب، وانا ماشي ذبحت وانا مشريت اللحم باش ندير لكم بهم وصفات. كنظن ان هذا ماشي الجزاء ديالي ان بعض الاخوات يدخلوا يبداو يعيروا، يعني راه خاصكم تشجعونا اكثر، لان حنا كنديروا مجهود تقريبا بحال عيدنا قبل منكم. يعني كاين شي وصفات اللي الناس كنديروهم غير في عيد الاضحى، حنا درناهم لكم قبل باش تشوفوهم، وعاده غادي نذبحوا حتى حنايا ونعاودوا نوليو ونديروهم. غادي نخلط هاد المكونات اللي درت، يعني الزيت والحليب والسكر وهذاك السكر فاني. هي سهله هاد الكيكه، ما فيهاش بزاف ديال المكونات وما فيهاش الخدمه، غير تذوب لينا هذيك السنيده شويه. وغادي نولي نضيف هذوك ثلاثه كيسان العنبه ديال السميده رقيقه. انا هاد الزلافه راه فيها عبار ديال كاس العنبه، غادي ندير ثلاثه. كيف درت ثلاثه الكيسان، وغادي نضيف هذوك جوج كيس ديال خميره الحلوه، غادي نخلطهم مزيان، وغادي نخلي هاد الخليط يشرب ليا شويه ديال السميده، نخليه شويه يرتاح. غادي نصبو في المول، انا خيرت غير مول دائري، نتوما ديروا مربع ولا اللي بغيتو. هيا انا ها هي كملات الكيك، دابا غادي نجيب المول ندهنو ونرشو بالسميده ونطلقها. خديت الطاوه ديالنا ديال الكيك، هي هذه دهنتها بالزبده ورشيتها بالسميده، دابا غادي نفرغ فيها الخليط ديال الكيك ديالنا ديال السميده بلا بيض، كتجي رائعه بزاف، نتمنى تجربوها. غادي نبسطها، هل هكا هي. دابا غادي ندير فوق منها هذيك الكوش ديال الكريم باتيسيير اللي موجده، هي هذه انا كندير لها البابي باش ما ديرش لينا هذيك القشره من الفوق ويبقى رطب الكريمه.
بحال هكا كيما كتشوفوا. نعاود غنحركها مزيان. ممكن نديروها في شي بوش ولا بلاستيك ونديروها على شكل حلزوني، وداك الشيء اللي غندير حتى انا نيت. غنمشي نجيب بلاستيك. كيف كتشوفوا انا درت الكريمه في هذا البوش، دابا غادي نديرها بحال هكا على شكل حلزوني. تجيكم سهله، دوروا على الطاوه كامله، وعاد ديك الساعه ندهنوها يعني نبسطوها فوق الحرشه ديالنا ولا الكيكه السميده. من بعد ما كملت هذيك لاكريم ديالنا كيف كتشوفوا بسطتها، دابا غادي ناخذ هذا التفاح ديالنا اللي معسل وغادي نحاول نستفو فوق هذا الكريمه ديالنا، يعني شرائح هما معسلين كيف كتشوفوا، ولكن كنهزهم يعني ما عسلتهمش حتى هراو لينا مزيان. انا غادي نكمل التستف ديال التفاح ديالنا على هذا الشكل حتى نكمل الدوره ديال الكيك ديالنا وغادي نتلاقاو. هنا كيف كتشوفوا كملت التستف ديال هذاك التفاح ديالنا على هذا الشكل. دابا غادي ناخذ هذا اللوز اللي قلت لكم كونكاسي، هو خاصو يدار اللوز اي فيلي وانا ما متوفرش عندي. غندير اللوز كونكاسي فوق من هذا التفاح بحال هكايا، دابا غادي ندخلها الفران. الفران كيف كنقول الكيكات ديال السميد، يا بغيتو تسخنوهم يا تخليوهم يا تخليو الفران بارد. انا دابا مخلي الفران بارد، غادي ندخل الكيكه ديالنا نشعل عليها لتحت حتى تطيب لينا وتنفخ وتحمر من التحت، وعاد نولي نطفي لتحت ونشعل عليها الفوق، وغادي نقدموها. مني غادي تخرج غادي ندهنوها بشويه ديال الناباج ولا العسل ولا الكونفيتور ولا اللي بغيتو، وغادي نقدموها بالصحه والراحه. انا غادي ندهنها بالناباج مني غطيب. الكيك ديالنا العجيبه بدون بيض بسميده وتفاح معسل، هذا هو الشكل النهائي ديالها مني كطيب. دهنتها بشويه دهنه خفيفه بالناباج، كيف قلت ممكن دهنوها عسل اولا كونفيتور ولا بغيتو تخليوها غير هكا، هو غير لمجرد باش يعطينا هاد اللمعه. نتمنى الكيك ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ويروقكم وتجربوها، اكيد غادي تعجبكم. ممكن نوجدوها الفطور العيد اللي مالا كتجي راقيه ونقدموها حتى للضياف. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا بالقناه ديالي قناه هوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم بود والى وصفه قادمه بحول الله.